السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل قال له أوصني، قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الحمد لله الغضب شغلة، يعني الإنسان عندما يغضب يصبح كالكرة يلعب بها الشيطان وهو جمرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملكنا القدرة على لجم الغضب. الحمد لله أنا تدربت كثيرا على أن أحاول أن أسيطر على غضبي وأن لا أجعله هو يتصرف بي. البارحة سبحان الله امتحنت، تعرفوا أنا جاي من جبال، ونحن أهل جبال دمنا حامي كتير، وأنا بالنسبة لأهل بلدي ولا شيء، أهل بلدي دمهم حامي كتير كتير، ويعني مشان شغلة صغيرة ممكن تقوم يعني تصير مجزرة، مشان شغلة بسيطة جدا. أهل بقين والمنطقة هنيك جبليين. البارحة كنت في محل سويدي ضخم الإلكترونيات، فبدي اشتري شغلة يعني إلى علاقة بالتخزين المعلومات، فكان في وحدة سويدية ومعها شاب بجوارها وشاب آخر وبنت وطفلة صغيرة. هذه سمعتها بالبداية تناقش أمرا ماديا، تقول له أنا أدفع كذا بالشهر ولا أدفع كذا، فتعرف السويديين صعب تحزر عليهم كم عمرهم، فظننتها أمه وتريد أن تشترط عليه يعني أنه أنا أدفع لك كذا وأدفع لك كذا. ثم اضطر الأمر أني وقفت بجوارهم أنتظر دوري، فكنت أسمع الخطاب أمامهم ويتكلمون مع الرجل، يعني الموظف أو الذي يعمل في هذه الشركة يساعدهم، يريدون أن يشتروا كمبيوتر. هذه الفتاة هي جميلة لا بأس بها كجمال، ورياضية تلبس لباس رياضي، وهذا الشاب الذي يقف معها تبين أنه زوجها. هو يضع في أذنيه حلق، والشاب الآخر الذي معه في أذنيه حلق، هي البنت هذه لا تضع حلق أو زوجته هذه المرأة، وكانت تلبس لديها أظافر، هاي الأظافر اللي بيلزقوها اللي مثل أظافر الغولي، الواحد ما بدل يستخدم أصابعه، فإذا يستخدم أصابعه بيحطها هيك، ما بدل يحطها هيك مشان أجلكم، هاي الأظافر هاي ما يصير لها شيء، هاي الأظافر أهم شيء طلع هلأ. المهم هذه المرأة كل ما يجي يتكلم زوجها تقول له أخرس سكرت أمك قدام كل الناس، ولا كلمة، يا حرام هو ساكت، كل شوي تخرسه شو ما بده يحكي تقول له خراس وطبق تمك ولا افتح تمك، وأنا واقف هيك والدم بلش يغلي فيني، يغلي بعروقي. وبتعرف في الإنسان في حد معين، يعني لازم ما تقرب على الإنسان معين أكثر من حد، فأنا قلت إذا بدي تقرب بس يعني بدي تجي على الحمى تبعي، بس على الدائرة تبعي اللي ما قدرت أتحمل فيها، كنت أحط إلا بإيدي هيك بس إنه في حاجز فريد، يعني سلام ما بدي أقرب عليه، لأنه ما كنت قادر أتحملها، يعني ما كنت أتحملها بالمرة. الله يا لا يبتلينا، يعني هذا شوف ما هيك كانت أخلاق السويديين أبدا، والله ما هيك كانت. هذا اسمه جيل أبجع، جيل أبجع، جيل الذي تحكمه النساء وتسيطر عليه وبتقول له خراس طبق تمك ولا افتح تمك ولا حرف قدام الناس. دين الحمق، إيديوكراسي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى. الله يصبرنا، وكما قلت لكم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. السلام عليكم. اليوم شو؟ يوم الخميس، نعم 5 بالشهر. لا إله إلا الله.